لا يحتاج اليمنيون في هذه المرحلة الأسوأ في تاريخ بلدهم المنهك إلى الغذاء والدواء والماء بقدر حاجتهم الماسة لحسم الحرب واستعادة الدولة التي طالما افتقدوها وتاقوا إليها. هي معركة شاقة لا يخوضها اليمنيون اليوم بمفردهم، فقد منحتهم الأقدار والمتغيرات السياسية فرصة ذهبية لا تعوض وقد لا تكرر في الزمن القادم. هذه الفرصة هي التحالف العربي الذي ألقى بكل ثقله المادي والعسكري في ميدان الإرادة الشعبية اليمنية والحلم الوطني الجامع والمتمثل في دحر الانقلاب واستعادة اليمن من مخالب الذئاب. لا وقت إذن ولا مجال للمعارك الجانبية والتصفيات الشخصية والحساسيات الصغيرة والخلافات الحزبية، فاللحظة تستدعي كل اليمنيين وفي مقدمتهم القوى السياسية للوقوف صفا واحدا ضد عدو مبين هو عدوهم جميعا ولا عدو غيره. 8 أشهر لا تبدو وقتا قليلا قياسا بإمكانات الحرب ومعادلات الصراع العسكري إذا لم تحدث عاصفة الحزم والأمل والسهم الذهبي توازنا في المعادلة العسكرية، بل تفوقا لصالح المقاومة الشعبية من شأنه أن يحسم المعركة عسكريا في غمضة عين وانتباهاتها. لو توفرت الإرادة السياسية الجادة وتوحدت الجهود، بلد معطل وانهيار شامل في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية وانتهاكات صارخة ومستمرة لحقوق الإنسان اليمني ونهب للمال العام وفوضى مسلحة وإرهاب طائفي وارتزاق سياسي وهوية وطنية تتفكك في مهبات العنف والثارات السياسية والأجندات الخارجية. اليوم يتوجب على السلطة الشرعية والقوى السياسية العمل معا تحت ظل عقيدة سياسية وطنية على سياق وحدة الهدف والمصير، بعيدا عن النمائم والمماحكات التي يرصدها التاريخ ولا يغادر منها صغيرة ولا كبيرة إلا وأحصاها في دفتره الأسود.